بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم دكتور محمود اسامه، مدرس مساعد باسم الاطفال بكليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره. النهارده هنتكلم على العلاج الوظيفي او العلاج الوظيفي. العلاج الوظيفي هو عباره عن احد المهن الطبيه المسانده اللي بتقوم على اساس انه بقيم الاول الطفل وببتدي بعد كده اعمل له برنامج علاجي يقوم على اساس انه يسترد المهارات الوظيفيه للاشخاص اللي بتقام في اليوم بتاعهم العادي. العلاج الوظيفي بيساعد الاطفال اللي عندها مشاكل حركيه او جسديه او عصبيه، وده عن طريق ان هو بيبتدي ينمي قدراتهم او ان هو يرجع القدرات اللي كانت عندهم قبل كده يخليهم يستعيدوها، او ان هو يحافظ على القدرات اللي موجوده حاليا من التدهور والتراجع. جات الجمعيه الامريكيه للعلاج الوظيفي وحددت ان انا عندي 8 مجالات ممكن يبتدي يشتغل فيهم دكتور العلاج الوظيفي، الا وهي: رقم 1 الانشطه الحياه اليوميه. انشطه الحياه اليوميه دي عن طريق ان انا اعلم الطفل ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يغير هدومه، ازاي الطفل بتاعي يقدر يهتم بنظافته الشخصيه، ازاي الطفل يستحمى، ازاي الطفل يستطيع ارتداء وخلع ملابسه. المجال التاني اللي اتكلموا عليه حاجة اسمها انشطة الحياة اليومية الثانوية. زي ايه؟ زي رعاية الاخرين، رعاية الحيوانات الاليفة، وان الطفل ده بعد ما يكبر ازاي يقدر يربي الاطفال اللي هيجيبها من بعد. رقم 3 الراحة والنوم. ان انا النهاردة المفروض لو الطفل بتاعي عنده مشاكل مع النوم، ما بيعرفش ينام كويس، لازم اعلمه ازاي يستعد للراحة وازاي يقوم بفعل النوم ده. رقم 4 التعليم، والتعليم مهم جدا في حياة الأطفال بتاعتنا. أشوف إذا كان عنده مشاكل مع التعليم أو عنده مشاكل مثلا مع مهارات الكتابة أو إنه إزاي يمسك قلم، فده من المجالات اللي العلاج الوظيفي ممكن يعالجها. رقم 5 مجال العمل، إنه إزاي يبحث عن وظيفة، إزاي يقدر يحوز على وظيفة، إزاي يبقى كفء للوظيفة دي. رقم 6 اللعب، من أهم وظائف الطفل أو إن الطفل مخلوق عشانه أصلا إنه يلعب. ازاي يقدر يستكشف اللعب، ازاي يقدر يلعب بيها، ازاي يقدر ما يبقاش مختلف عن بقيه الاطفال اللي في سنه انه يقدر يؤدي لعبه معينه. رقم 7 اوقات الفراغ او الترفيه، ازاي ان اقدر اخليه يشارك في انشطه ترفيهيه، وازاي الانشطه الترفيهيه دي تخليه يتفاعل اكتر مع المجتمع، لانه ده هيؤدي بينا للمجال الثامن والا وهو المشاركه المجتمعيه، انه ازاي يشارك مع الاسره، ازاي يشارك مع العائله، ازاي يشارك مع اصدقائه، ازاي يشارك مع اقرانه. ده مجالات العلاج الوظيفي اللي حددتها الجمعيه الامريكيه. في النهايه نتمنى نكون قدرنا نفيد حضراتكم النهارده ولو بمعلومه بسيطه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس للقناه بتاعتنا عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا.